السوري محلي ولا مش محلي؟ سيتم معاملته معامله المصريين ولا لا؟ مواليد 97 هنعمل فيهم ايه؟ ازاي تسيب لي؟ انا عايز محتاج فرصه ان انا اسوق، هسوق لعيبتي ازاي؟ اربع اسئله اهو، اربع اسئله اتمنى ان حد يجاوبني عليهم، اتمنى ان حد يجاوبني عليهم. لانه بالمناسبه واحنا بنتكلم في الموضوع ده طول الايام اللي فاتت ما بسمعش غير كلمه واحده بس على بعض اللاعبين اللي في النادي الاهلي، اشاعات 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 اشاعات، زي ما رايا وسكينه في المسرحيه، اشاعات 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 يا جماعه غير طبيعيه، اشاعات غير طبيعيه. وده انا لو تفتكروا من فتره طويله جدا، لو حضراتكم تفتكروا واللي متابع البرنامج، انا قلت لحضراتكم الفتره اللي جايه هي فتره الاشاعات. اصل حسين الشحات ده ما اداش بشكل جيد، اصل حسين الشحات ده لعيب وحش، اصل حسين الشحات ده مش عارف ايه، اصل حسين الشحات ده مثلا، يعني حسين مثلا، مش هو ده اللي بيتقال؟ اصل حسين هيمشي، اصل الراجل مش عايزه. مش عايز مين؟ مش عايز مين؟ انا بنفسي اتصلت وسالت، مش عايز مين؟ كلام غريب وكلام، وكل اشاعات اشاعات اشاعات، مفيش حاجه تانية. يعني هل من الممكن ان يوجد شيء اخر عايزين تهدوا بيه او تخبطوا فيه في النادي الاهلي؟ اعملوا حاجه تانية، جربوا حاجه تانية، لكن اشاعات وفلان ماشي وعلان جاي، طب هيمشوا الناس ازاي وهم مش عارفين اذا كانوا 25 ولا 30 لاعب؟ هيمشوا الناس ازاي وهم مش عارفين طريقه الاعاره اللي هي لوائح السنه القادمه؟ هي لوائح السنه الجايه ايه يا جماعه؟ يمكن طب اسالوا كده عاطف والنبي، اسالوا اسالوا كده اي حد في النادي الاهلي او في اي نادي اخر، هل هناك لائحه نزلت للموسم اللي جاي؟ طبعا انا سالت، انا سالت بقى لي يومين ثلاثه بنسال عشان نتكلم مع حضراتكم، محدش عارف، منتهى الارتباك، منتهى الارتجاليه. تسال هنا يقول لك حاضر، تسال هنا يقول لك بكره، بكره يجي بعده، بعده يجي بعده. طب يوم السبت؟ يوم السبت ده ما بيجيش، ما قالكش يوم السبت سنه كام. وده استكمالا للعشوائيه التي تحدث في اتحاد كره القدم. وكلهم زي ما قلت قبل كده وهفضل اقول هذا الكلام، كلهم اصدقاء واخواتي الكبار واخواتي، يعني كلهم اخوات، ولكن اللي بيحصل ده يا جماعه محدش يستحمله. دي فلوس، دي فلوس، يعني فلوس يجب ان يتم صرفها في مطارحها، في اماكنها. انا عندي، طيب قال لك القايمه خمسه مثلا، قال لك القايمه 25، هيبقى انا النادي الاهلي عندي كم لاعب في ال 97 وكم لاعب زياده فوق ال 25 وكم لاعب؟ مش اللعيبه دي انا كنادي اهلي من المفترض ان انا استفيد منهم زي ما جبتهم بفلوس، امشيهم بفلوس او تتم اعارتهم بفلوس؟ ولا خلاص ارمي وخلاص؟ النادي الاهلي ما بيرميش حد، النادي الاهلي بيفضل محافظ على لعيبته لغايه اخر وقت. فحرام عليكم، حرام على حضراتكم. بعدين عارفين حضراتكم ايه اللي هيحصل لو سبت لعيب ببلاش؟ اهدار ملعاه. انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه اهو، بمنتهى الصراحه. طب مين اللي تسبب في اللي بيحصل ده؟ ما احنا قلنا اسمعوا كلام النادي الاهلي، اسمعوا كلام الكبير. انا ما قلناش حاجه بالمناسبه، ما قلناش حاجه تانية. النادي الاهلي يفكر في مصلحه الانديه الاخرى قبل مصلحته، مش هو اللي قال؟ النادي الاهلي اللي طالب. وهنا ما هو اصل احنا في الـ شايفين اللي بيحصل، واحنا اللي بنقول اللي بيحصل من خلال قناه الاهلي، يعني مش انا، كل المجموعه اللي موجود قلنا وطالبنا. حتى انا سالت ساعتها سؤال، قلت الله هو فنيا يا جماعه، وسالت على فكره بالمناسبه، يعني عشان وانا بتكلم مع حضراتكم سالت ناس لعيبه كوره كبار جدا ما بينتموش للنادي الاهلي، مش هقول بينتموا لانديه اخرى، بينتموا لانديه اخرى، يعني مش هقول انديه ايه. قالوا لي لا طبعا ينتهي قبل بدايه الدوري احسن، قبل بدايه كاس الامم الافريقيه احسن مليون مره، ولكنه تاجيل المؤجل والعند والرجوع في القرارات واللي حصل والارتباك والعشوائيه ادى في النهايه الى ايه؟ الى خساره منتخبنا الوطني بهذا الشكل، و استقالة اتحاد كرة القدم.
لو كان الكلام اتسمع من الاول كان ايه اللي حصل؟ يا جماعه والله لما النادي الاهلي بيجي يتكلم بيتكلم لمصلحه الجميع وليس لمصلحته الخاصه فقط.